بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تشكراتي للمكتب البلدي لحركة مجتمع السلم على تنظيمي لهذا اللقاء، وتحياتي الخالصة لأخوي الكريمين سيد رئيس مجلس الشعب الولائي سيد النائب حاج أخضر رزاق بعرة، مشكورين على حضورهم معنا، والشكر موصول لكم جميعا على حضوركم وتلبيتكم الدعوة، حضوركم معنا في هذا اللقاء المبارك الطيب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا إن شاء الله. أمين. الحقيقة إذا تحدث أخوية، إذا كان تكلموا أخواني يعني على إنجازاتهم، لأنهم في الحقيقة أبعاد وما بلاك ما تشوفوهاشي، لكن إنجازاتي كبلدية راهو يشوفها القاسي والدالي يعني. ولذلك سأكون جد مختصر باش نترك الوقت للأسئلة، لأسئلتكم وانشغالاتكم. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أننا درنا عهدتين، والعهد خاصة العهد الثانية كانت الأمور ميسورة الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدولة كانت في راحة مالية، وكانت المشاريع يعني معتبرة. بكري كانت لعل المخطط البلدي اللي نطلبه فيه احنا المشاريع كانت ما تفوتش مليار يعني يعطوه للبلدية، الآن أصبح مليار تقريب صرف، حيث أننا في سنة 2010 تجاوزنا يعني تقريب وصلنا 40 مليار يعني في السنة، يعني كما يقولوا الشيفر درو الموتعنا دورها يعني. و احنا الشيء اللي حققناه أننا صنعنا تقاليد جديدة في البلدي، وهي ما نكذبوش على الناس، اللي نقدوها نقدوها، اللي ما نقدوهاش قال لغن. حققنا العدل والمساواة بين الناس، نحيانا هذه بن عميس لا بن عمي لا أخويا لا ولد، حقك حقك مش حقك لغن، ماذا بيا نلبي رغبة كل مواطن، لكن هذا شيء مستحيل ما يقدر وهذه وين ساعات نختلفوا احنا بعض المواطنين. بعض المواطنين يعني حساكم الأنانيين، وهم الحمد لله يعني قلة في مجتمعنا، يحسب أنه وش يطلب يلقى، ويحسب أن المير على كل شيء قدير، وهذه كان ربي سبحانه على كل شيء قدير. احنا ماذا بينا يعني اللب ورغبة المواطن، ونبذل مجهوداتنا ونحسن علاقاتنا بكل الناس خاصة المسؤولين، والحمد لله رب العالمين، سواء اللي راحوا ولا اللي مازالوا من مديرين ولا ولات ولا غيرهم، كل راضين على حاسي خليفة، ويجبدوا حاسي خليفة بالخير. والله لا العشوة هذه وإحنا في اجتماع في الولاية يعني حاسي خليفة تذكر دائما بخيرها الرئيس حذايا، يعني الحمد لله رب العالمين ما والو. علاقاتنا بكل مسؤولين جيدة طيبة مع الولات مع المديرين التنفيذيين، انشغالاتنا دائما يعني تقريب تلبى، إلا طبعا مش ممكن. عدلنا بين الأحياء، ما خلينا حتى حي في حاس خليفة من العضل حتى الزغبيات، اللي حاجة ذات أولوية وذات أهمية والمواطن في حاجة لها لبناه، ومازال تبقى دائما النقائص، مش في عام ولا في اثنين ولا في ماندا ولا في اثنين باش تكمل يعني كل الحازيات تاع المواطن تلبى، تبقى دائما كاين أمور مستجدة، كاين أمور يعني تبقى ناقصة. ديما نضرب مثال، أي واحد الآن نمشوا لأي واحد غني في حس خليفة تلقى رايح حوشة مازال في حوجات ناقصة، تقول لك والله يكوزي عندي كذا، هذه أمور حاجة طبيعية معنا. حسنا الخدمة بالنسبة للمواطن، حاولنا في البلدية درنا بنينا إيطاسيفيل خاصة كانت مكتظة، درنا شؤون اجتماعية، درنا يعني الخدمة حاولنا نحسنوها بحيث حتى توصلنا إلى أن بدأت الناس تشكينا من طاقم الناس اللي يخدموا في الحالة المدنية
يعني بدلناهم وكل جبنا واحدين جدد، وكل تلبية لرغبة المواطن، يعني باش نحاولوا نخدم المواطن قدر ما نستطيع. يعني الله أعلم، حاسي خليفة أصبحت مضرب الأمثال خاصة في الجهة تاعنا، تذكر بخير يعني بين مواطني البلديات المجاورة. أما من ناحية الرقابة، تصوروا أنتم يعني كلمة تبقى، يعني نعتبرها أنا مفخرة لي، كاين أعلى هيئة للرقابة، المجلس الأعلى للمحاسبة، جانا يجينا دائما يراقبنا، هذيك الهيئة المخولة باش تراقبنا زيادة على المفتشية العامة في الولاية، يجونا يراقبونا. يعني هم معايا زملائي هنا، والكاتب العام قال أحسن بلدية زرتها القاضي، هذا قضاة يجونا، قضاة يعني يزوروا، قال أحسن بلدية زرتها. هذه مفخرة لنا، الحمد لله رب العالمين. انا راني نضت بايا سارح بل، وانا معايا تلقط في الجلة، مانيش كي الحاج الاخضر. والله العظيم ما ننساش ماضية، نضت زوالي 3 ولا 4 سنين، احنا ساكنين في زريبة متلفتة مظهر، والله ما نسعوا حتى دار واحدة، راني نضت زوالي ومازال زوالي الحمد لله رب العالمين. يعني نحس بالمواطن كي يجيني، يعني ما عندي لا نقد نتكبر عليه، لا عندي خلق التكبر باش معناها استقبل المواطن. والله الا اليوم مازلت راقد، جاني واحد على الصباح، معناها ما نقدش واحد الرده، والله أنا الا طبعا انا بشر، ساعات تجيني يولي، لان ساعات كما السياره ساعات تسخن وتروح لها لقوي للروج، لازمها تقاري شوي. المواطن ما يفهمكش، يجيك في اي وقت، في اي لحظه، في اي على اي حال. نعتذر للمواطن اللي لعله راه شاف مني بعض التصرفات، وراني خدوم لما لي حس خليفة بلا مزية مني، الحمد لله الدولة تخلص فيها، تعطي فيها في 16,138,000، يعني خلاص، يعني الشفور تاعي يخلص أكثر مني. تصوروا أنتم وكي يجيك المواطن يبلبل عليك، يعني تقول راك تخلص في عشرات الملايين، يعني ولازم تخدمة، ولكننا نخدمة بلا مزية. حطني ربي في البلاصة هذه، صلى نلقى أجري عند ربي يوم القيامة. تالي راك تقول هالإنسان هذا وش لزة وجابة، لكن يعني تلبية، لأنه يقول لك يعني تلبية لجاه الناس ولطلبات الإخواني، يعني اللي الحاح تالي والله ما نوقف فيها البلدية حتى باش نطلع ورق، والله يعني باعث واحد من الذر، قلنا راح طلع ميلاده ولا طلع كذا، لكن خدمة البلادي الحاسي خليفة عنده فضل علي، لازمني باش نخدمها بلا مزية، ونلقى عذري عند ربي يعني. وإن شاء الله رانا لبينا يعني، وخدمنا قدمنا يعني إن شاء الله اللي قديناه، ويعلم ربي يراه وكيلنا كل، أن ما بخلناش على بلديتنا باش نجيبوا يعني مشاريع، ولا باش نخدموا المواطن قدر ما نستطيع. باختصار شديد، ونترك الوقت للأسئلة إذا كانت أسئلة، والسلام عليكم.